ورجعت لكم بفيديو جديد. مرحبا بكم جميعا، لا تنسوا الضغط على لايك واشتراك في القناة وفعلوا جرس يصلكم كل جديد فيديوهاتي. يلا يلا بسرعة، وأول حاجة غادي نعملوها اليوم هي أنه نزرعوا البيض. بيض عفوا منكم، اليوم غادي نزرعوا البصل. البصل في هذه الكرتونة تاع البيض. ما لكم غادي تجيبوا زوج كراتين تاع البيض، واحدة تغطوها بالبورصة كيما هكا، والثانية نشمخوها مليح بالماء ونحطوها فوقها. هذه العفسة شفتها عند وحدة في اليوتيوب حطتها، وقلت نجربها ونجربها معكم ونشوفوا النتيجة كيفاش غادي تخرج. يلا بقاو معايا ونشوفوا. إذا كانت مليحة غادي ديروها، وإذا ما كانت ماشي مليحة غادي نقول لكم ما ديروهاش. أوكي يلا، أول حاجة نجيب البصل تاعي، نفتحها من الفوق بهذا الشكل بالسكين. ونحط الحبات تاع البصل فوق الكرتونه بهذا الشكل. لازم يكون اللي فتحته من الفوق وهذاك الشعر تاعه كما نقولوا الجذور تاعه من تحت الكرتون. صحيح فهمتوا هكا. ونضيف لها الماء، نسقيه بالماء لمده كل يوم، نسقيه بالماء صباح وعشيه. بقيت نسقيه فيه، هو انا كنت شاكه هكا كل دقيقه كنت نعمرها بالماء. بعد مرور حدود 3 جور 3 ايام بقى يخرج هذاك الغصن تاعه الخضر. شوفوا هذا البصل الله يبارك بدا ينوض، يعني هذه الطريقه ناجحه ونجحت معايا. ولكن تقدري كذلك تحطيه في الماء، يعني كان شحال من وحدين يحطوا حبه تاع بصل في كاس تاع ماء هكا يبقى يخرج هذوك الجذور البويدين. شفتوا كيفاش يخرج؟ هذا هو يعني انه خلاص بدا يطيب معانا البصل وبدا يخرج لنا فهذوك الوراقي تاع البصل. فهمتوني؟ على بالي بلي فهمتوني. شوفوا الله يبارك، عجبوني بزاف بزاف. مو هذه شدي واحد السيمانه هكا ولا حطهم هنا سيمانه هكذا؟ لا هذا ربع ايام ولا هكا ربع ايام. وبعد كينا شو قلت انا؟ قلت نديرها في التراب على خاطر التراب فيه كامل الفيتامينات اللي نسحقهم. انا درك من يطلع هذاك البصل في الكرتونه تاع البيض شنو نسحق فيه؟ شنو راه يعطيني؟ غادي يعطيني يعني فيتامينات قلال بزاف. الماء، والماء كما راكم عارفين املاح معدنيه برك، دوكا يسحق التراب، يسحق فيه بزاف صوالح. المهم هذا التراب اللي درت له هذاك التيرو، درت له خلط التراب الاحمر مع البيض. المهم وغادي نحط البصل تاعي في التراب باش يزيد، يعني كي ناكل البصل فيتامينات كامل يكونوا فيه. هذه هي، انا ما يعجبنيش البصل تاع الماء، الماء ما نحش بلي كليت حاجه فيها فيتامينات مغذيه. كما راكم تشوفوا حطيتها في التراب بهذا الشكل، وحده حدا وحده وحده حدا وحده باش الفيتامينات هادو الخضرين كما راكم تشوفوا فيهم يدوا كاع الفيتامينات تاع الارض. هكا نزيد حبات هكا، شوفوا كي شابين هادو هما اللي يديروا البصل. هادو تاعهم ديروهم لداخل هنايا هكا. هنا حبة واحدة أخرى كيشبين غرسوهم هنا هكا. ما تردميهمش؟ لا لا ندموهم، بصح نردمهم غير هكا. شوفوا كيفاش غادي نردمهم، تدردمهم وتخلي لهم هذا بلاصة باينة. كما راكم تشوفوا راني غطيتهم كامل بالتراب، ولكن خلي لهم الراس تاعهم باين بهذا الشكل. واللي عنده معلومات اكثر عن الزراعه يفيدنا بهم في التعليقات، ماذا بينا نتعلموا اكثر واكثر. المهم تردمنا هذاك العروق تاعو على البويدين. شنو ونصيحة من اختكم،
جربوا هذه الطريقه تاع الغرس وغادي تنفع معكم بزاف، وخاصه اللي يكون عندها الغرس يعني تراب في الدار، ولا ما كاش عندك تراب جيبي بو يكون كبير شويه وغرسي فيه البصل، لانه البصل هذا مفيد بزاف للصحه تاعنا وصحه عائلتك، ويعني ينتباع برا ولكن ماشي كيما اللي تكون يعني سبحان الله طيبه عندك في الدار، تجيب بنتها يعني ماشي كيما تاع برا ابدا ما تجيش كيفه. فكما راكم تشوفوا شوفوا انا انفو نخدم بالتراب نحس بالراحه بنفسيتي ترتاح. وبعد ما كملت البصل تاعي وغرسته راني نسقي فيه بالماء. ونصيحه واحده اخرى، كي تبغي تغرسي البصل غرسي في بلاصه ما يكونش فيها الشمس بزاف، يعني تكون منطقه فيها الظل وشويه الشمس، ماشي كاع النهار تضرب فيها الشمس. هذه هي، وبعد مرور فيها هكا اسبوعين شوفوا البصل شحال كبر معايا وطوال الله يبارك، يعني ما كانش يحتاج بزاف الماء، انه مع البرد راه والحال يكون مندي وكاع، كي تشوفي التراب مشمخ فما يحتاج تسقيه بزاف، واذا كان ناشف شويه سقيه، يعني خطره في النهار سقيه ولا نهار بنهار. صدقوا بالله انه نعمه هذا الغرس، يعني كي تغرسوا حاجه في الدار تحسوا بواحد القناعه، يعني تحسوا بفرحه كبيره انك تغرسي بصل في الدار وبعد تاكليه، يعني عجز اللسان عن التعبير. المهم شوفوا الله يبارك، راني نقطع في البصل باش ندير سلطه، وهذا البصل قاعده ديري به كامل الطبخ اللي كي باغي ديري ديريه. شوفوا راني فرحانه اليوم، فرحانه بزاف بزاف اني انا نفرح كي ندير حاجه ونشوف النتيجه تاعها عندي. سخات الكوزينه وغسلتها مليح هذا البصل، ماشي مليح مليح لانه راه في الدار عندي وباين ماشي كيما تاع برا، تغسل ليه من هذاك التراب اصلا يكون نقي. غسلته بالماء ودروك غادي نقطعه ونخدمه سلطه. شحال نبغي هذا البصل الاخضر، وعلى بالكو كي قريت عليه في اليوتيوب وفي جوجل تلاقيت عنده منافع كبيره بزاف، فهو يحتوي على مجموعه من المعادن مثل الزنك والبوتاس والمغنيسيوم، وكما انه يعزز من صحه العظام والقلب والبروستات عند الرجال، وفيه فيتامينات مضاده للاكسده مثل فيتامين ها و او و سي و كي، وتفيد هذه يعني مليحه بزاف لجهاز المناعه وجهاز التنفسي، وعنده مليح كما نقولوا فيتامين ك مهم جدا لتجلط الدم، يعني ما يخليش الدم يتجلط عندكم. وكل من يعاني من تلبك في الهضم ومرض السكري يجب ادخال البصل في الاغذيه تاعه، فهو يساعد على عمليه الهضم، يعني يسرع في عمليه الهضم، كما انه يساعد على تقويه النظر للناس اللي يعانون من ضعف يعني ضعف النظر في العين. فننصحكم بتجربته روعه والله العظيم. لازم دائما يكون عندكم هذا البصل الاخضر في الاكل تاعكم. واليوم غادي ندير سلطه خفيفه بالطماطم والبصل الاخضر بالزيت الزيتون والزيتون، يا سلام واحد الذوق الرائع. حتى لما انا كليت هذه السلطه حسيت بانتعاش وحسيت بطاقه، يعني كاني كليت فيتامينات من عند الفارماسي. وهذا البصل الاخضر يعني يعادل كامل الادويه اللي موجوده عند الصيدليه، فننصحكم بزراعته في المنزل، ننصحكم بزراعته في المنزل، يعني طريقه سهله. حتى لو ما كاش عندك مكان تكوني ساكنه في عماره، جيبي بو كيما قلت لك وحطي فيه تراب، وحطي هذيك البصله كيما وريتك وخليها، زكيها كل يوم حطيها عندك في يعني في المطبخ، وديري لها تهويه يعني عند النافذه وخليه، وكل ما يطلع هذاك البصل مقصيه ويعاود يرجع ينوض واحد اخر في بلاصته، فانتي الرابحه. وهنايا درت الخل للسلطه
وغادي نضيف كذلك الزيت الزيتون والزيتون. هذا زيت الزيتون اللي راني منقده فيه الزيتون الاسود اللي وريته لكم في الفيديو السابق، وغادي نخلي لكم الرابط تاعه في صندوق الوصف وكذلك في اخر شاشه النهايه. فجربوه نصيحه، هذا الزيتون الاسود خرج بزاف 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 بنين، يعني الذوق تاعه روعه ويدوب في الفم كيما الزبده، وحتى ان مده النضج تاعه كانت يعني اسبوع فقط يعني لا زياده. فتبعوا فقط التعليمات اللي قلتها لكم وغادي ينجح لكم 100%. شوفوا الله يبارك، السلطه تاعنا البارده راها تشهي وصحيه وتعطي لك طاقه لجسمك لتكملي نهارك كله نشاط وحيويه. نتمنى يكون عجبكم الفيديو تاع نهار اليوم، ما تنساوناش دعموا الفيديو بلايك واشتراك في القناه وفعلوا جرس ليصلكم كل جديد، وبارطاجوا الفيديو مع الحباب والصحاب.